رجعت عن جديد على أم الكوندوم، بس هالمرة تعرفكن أكتر على المنطقة وهالبيت الأثري اللي بيملكه دوك ممدوح البشارات اللي استضافنا عنده. أهلاً وسهلاً. نحن اليوم ببيت أم الكوندوم، أقدم بيت بالأردن. أي متى تأسس؟ هذا أول مرحلة انبنت بالألف 1860، بناها رحمة جدي الله يرحمه. الله يرحمه. وأنا حافظت على البيت وسميته لا يزال، يعني مثل ما هو، ما غيرت فيه شيء أبداً. بعده كل شيء فيه قديم وأثري وحلو. أيوة. هذا المفتاح. إيه؟ مفتاح البيت. نعم، أهلا. بالهندسة العربية بسموها برميل. هذا كله حجر تراب وحجر من المنطقة، يعني كان عندهم اكتفاء كامل بالبناء والهندسة. وهون نعم. المنطقة اسمها أم الكوندوم، يعني أم القمح. أم القمح، صح؟ نعم، باللغة الأرامية. نعم. لأنه كانوا يزرعوا كتير فيها قمح. كلها كانت حقول قمح. نعم. غرفة الجلوس أو المضافة العائلية، وهي عبارة عن عقد أوبلونغ، يعني متطاول. أنجلة اللي هي كانت التسالي لهم بالزمانات، اللي هي عبارة عن لعبة الختيارية. أنا أول مرة بشوفها هاللعبة. لازم أسأل عنها. شوف كيف بيلعبوها. العقد المربع بينما هذاك مطول. هذا مهبات القهوة، هذا فخ للفار بالزمانات يستعملوه. ليش حلو؟ وهدول كانوا يحطوهم على الجمال. هذا ختم القمح. كتير حلوين. شو حلو الواحد يضل محافظ على هيدي الأشياء التراثية. هذا هون حجر إسلامي أيوبي من القرن الثاني عشر، وهاي كنيسة أو كنيسة صغير عملته ذكرى عن رحمة والدي ووالدتي، ودشنوا مطران سليم الصهيغ اللي كان أنا ذاك بطرك اللاتين. وهذه لوحة هدية من المرحوم خالد شومان، وهي عبارة عن سانت فرانسيس، مار فرانسيس أسيسي اللي كان يحب الخير للناس. وهاي هدية لرحمة عمي واصف اللي بنى كنيسة البشارات بجبل الويبلة. من التوب. نعم، اللي هو فرسان الأراضي المقدسة. دول البواب من كنيسة المصدار في عمان، نقلتهم وحطيتهم عندي هون. وهي النجفة اللي فوق من سير كارميلا النجار من مادبة. كتير حلوة الكنيسة. وهي أيقونات مختلفة، إشي هدايا وإشي شريته يعني. وهدول السمعدنات هدية من السيدة ماري الطوال، هي الكابيلا الوحيدة موجودة في بيت خاص. أنا تفاجأت صراحة أول ما شفتها. وحلوة. يعني أيامي. فيها أشياء. وهدول الكراسي أنا هندستهم شبه الأيقونة اللي فوق. أيوة، نفس الهندسة مستوحى. هاي آخر محطة لسيدنا المسيح لما نزلوه عن الصليب، هاي اشتريتها من القدس بأوائل الخمسينات. الطابق الثاني هذا انبنى بعدين بالألف 1905. شو حلو الفيو بحقد. من وين قلت لنا هدول العمدين؟ هدول من حسبان. شكرا كتير على أهلاً كل شيء. أنا والله كتير انبسطت بهالزيارة لهالبيت الحلو. اللي برجع